أكدت منظمات حقوقية دولية أن السجناء والمحتجزين في سجون النظام الإيراني يتعرضون لأقصى أنواع التعذيب وانتهاك كافة حقوقهم، وخرجت المنظمات الدولية عن صمتها بعد تكرر حالات الانتهاكات المستمرة وتعرض امرأتين مدافعتين عن حقوق الإنسان في إيران للسجن والتعذيب بسبب الدفاع عن حقوق المرأة ومعارضتهن لعقوبة الإعدام. وتدعو المنظمات الحقوقية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن السجينات الحقوقيات والسجناء السياسيين في سجون إيران.